مشاهدينا دلوقتي الساعة 9 وده ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين السيسي وبايدن اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم التوافق خلال الاتصال بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما بحث الرئيسان السيسي وبايدن خلال الاتصال الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام بالشرق الأوسط، واتفق على استمرار تشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. تواصل مستشفيات شمال سيناء رفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات لاستقبال الحالات من قطاع غزة. وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية. كما تم وقف إجازات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية في قطاع غزة. وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. ومن جانبه عبر المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنيازيا عن أسفه لبقاء المجلس رهين الوفود الغربية. ومن جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا نسيبا إن المدنيين في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تصل إلى 2837 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12,000 شخص. وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من 1,000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنواع القطاع. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب. وقالت المتحدثة باسم الوكالة جوليت توما إن المياه لا تزال منقطعة عن معظم السكان في غزة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون 24 ساعة القادمة. أعلنت بلجيكا مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية في العاصمة بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية. ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الحادث بالاعتداء الجبان، داعيا المواطنين إلى وحدة الصف في مكافحة الإرهاب. وأعلن متحدث باسم نيابة العامة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بفتح تحقيق في الهجوم. ورياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري الودية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. تقدم حمدي فتحي بهدف للمنتخب الوطني قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للمنتخب الجزائري. تأتي المباراة الودية في إطار معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك منافسة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.